بالاستوديو اليوم معنا جيسي ابو نادر، اهلا وسهلا فيك. ديانا مطر، اهلا وسهلا فيك. وجاك حداد من اليو اس جي، جايين تحت تالي نكون عم ندعم اهل الاشرفيه. طبعا وجبات الجميع يكونوا اليوم واقفين حد اهل الاشرفيه تنشوف باي طريقه. رح بلش معك جاك، بما انه الفكره مبلشه من عندك. بونجور، يا هلا. شو الفكره وكيف رح توقفوا حد اهل الاشرفيه؟ الفكره هي كونسير، وصار بدنا نطلع منه مصاري كرمال يروح رعيون لضحايا تبع حادثه الاشرفيه. الفكره هي بلشت شيء كثير بسيط، ومثل ما شفت صارت يعني اذا بدك قضيه وطنيه. هي الفكره بال هيك اون جنرال. الكونسير رح يكون وين وكيف؟ الكونسير رح يكون عندنا بحرم الجامعه باليو اس جي متحف بالكامبوس انوفاسيون اي دو سبور، هو الحرم الجديد اجدد واحد. رح يكون نهار الخميس ابتداء من الساعة 8 فيها تبلش تجي العالم. مين رح يكون يعني مين رح يكون على المسرح؟ البروجرام بيطلع اليوم، يعني الاوفيسيال بيطلع اليوم يعني بعد الظهر. ما في ولا اسامي، بس مبدئيا رح يكونوا بس تلاميذ جامعات، اكثر شيء من كل الجامعات مش بس من الجامعة اليسوعية. واكيد في جيست ابييرنسز، بس اكثر شيء تلاميذ جامعات. رح شوف مع ديارا ومع جيسي بعد هالوقفه كيف اجواء التنظيم لهالايفنت، بس وقفي مع الهيدلاينز. باليو اس جي بحرم الجامعه ايفنت لنساند ونوقف حد اهالي الاشرفيه، تلاميذ من كل الجامعات رح يكونوا موجودين بكونسير. رح يكون اكيد كونسير ممتع مع طلاب من مختلف الجامعات، عندهم اكيد الموهبه وعندهم الهوايه، بس كمان عندهم العزم على انه يكونوا موجودين وعم يعطوا من وقتهم انه يكونوا واقفين حد اهاليهم. يارا، خبرينا شوي كيف عم بيكون التنظيم. مثل ما عم بقول لي جاك كانت ستيتس بس على الفيسبوك وصارت عم تكبر وكبيره، عم بسال شو البروجرام، حتى البروجرام يعني عم يتحضر. هل قد عم تكون صعبه عليكم والوقت عم يسبقكم؟ مزبوط، هي بلشت مثل ما قال جاك، يعني بلشت على جروب على واتساب عم نقول انه ليه ما بنعمل كونسرت، وبلشت على فيسبوك ستيتس، بعدين لقيناها عم تكبر لحالها، انه الكونسير لحاله اخذ هالقد حجم ببليستي. وايه انه كل شيء عم نعمله ان شورت نوتس، يعني معنا يومين حضير كونسير ومتوقعين يجي اكثر من 2000 شخص، دونك رح تكون كبيره بدها كثير تحضير. فايه انه سافا صعبه، بس انه اتس ا فيري جود كوز، وفي كثير عالم عم بيساعدونا، وسبيسيالمون البيرو تبع شؤون الطلاب باليو اس جي، انه فتح لنا البيرو، دائما في مساعده، دائما في كل شيء بنعوزه، دونك عنا كثير مساعدات، فكثير منيح. جاك، اذا في كثير ناس عم يتضمنوا معك، مثل كمان مين؟ مثل خلينا نقول بالاول مع مين عم نشتغل. عم نشتغل ان بارتنرشيب، يعني عم نشتغل بالتعاون مع فوكولاري موفمنت اللي هن قسم منه شباب وصبايا من اجل العالم المتحد. نحن عم نشتغل على الايفنت سوا، جيسي منهم. سينو عم نشتغل مع الاورجانيزاسيونات اللي هن جمعيات اوف رجوا واشرفيه فور اول. جيسي جن بور موند اوني، كيف عم بيتعاونوا مع هالحدث وليش يعني كيف شو علاقتكم مع طلاب اليو اس جي؟ نحن عندنا علاقه مع جاك بالجن بور موند اوني، وقت اقترح علينا الفكره تحمسنا كثير، حبينا نساعد. ونحن كجون بور موند اوني مثل ما قال جاك، نحن اوني انه جروب من موفمون فوكولاري اللي هو موفمون يونيفرسال، وهدفنا انه تو سامبلومون انه نوصل كل شرائح المجتمع اكيد، ونعيش انه نوصل لعالم متحد، لنوصل انه نحقق هالشيء من وراء الصداقه، من وراء الاميتيه انت لي جون وهيك. دونك وكمان بحب اقول شغله، انه نحن الرول تبعنا هي القاعده الذهبيه الجولدن رول يلي بنمشي عليها، انه نعمل للغير يلي بنحب انه الغير يعمل لنا اياه، وزيت الوقت انه ما نعمل للغير يلي ما بنحب انه الغير يعمل لنا اياه. دونك من هذا المنطلق اكيد انه نحن كلنا متحدين، وكثير حلو كيف كبرت ووصلت لكل الجامعات. عمليا على الارض كيف عم تساعدوا؟ عمليا على الارض في تيم من اليو اس جي وتيم من الجون بور موند اوني،
عم بيكونوا هن مسؤولين عن الاورجانيزاسيون وكمان مسؤولين بجامعاتهم اكيد عم بيكون في محل حتى ينبيعوا التيكتس ولحتى انه دوبشا اوغاي عم توصل الخبريه يعني وهيك. يارا الطريق صعبه ولا هينه يعني بوقت قصير عم تقطعوا طريق طويل؟ يمكن ايفنت من هالنوع اوقات واحد بيبقى شهرين او ثلاثه عم بيحضر له وفي عقبات كثيره اليوم بهال يعني يمكن التوتر يلي نحن عايشينه وبهالحاجه كمان اللي نحن عايشينها والكل حاسين فيها، حاسه انه بسهوله عم تقدروا تعملوا ايفنت من هالنوع؟ بفتكر قد ما لاكوز حلوه عم بيكون الشغل كثير هين، يعني كثير حلو كيف عم نكون كلنا عم نشتغل مع بعض. في تلاميذ اي جي، في من اي بي رح يكونوا عم بغنوا، ان دي يو ال اي يو لبنانيه، دونك كيف يعني المساج اللي عم يوصل اتغافير الشغل اللي عم نعمله بفتكر هو اهم شيء، انه احنا كيف عم نتحد. هلا ما حدا منا عم بفكر بالباك جراوند تبع الثاني او اختلاف العمر الدي ان اي شيء، فانه اي ثينك اتس ورث ات يعني قد ما كانوا متعبين هول اليومين. جاك يعني اي شخص بيقدر يكون معرض للي صار صح. بالاشرفيه، والاشرفيه بتجمع الكل، وعلى القليل هي ممر للكل اذا ما كانت كمان يعني مقصد للكل، لكنها ممر لكل الناس، ما حدا يعني كان فوق راسه خايمه بهالانفجار او بغير شيء ممكن يصير بلبنان. حسيت لما بلشت بهالايفنت او بلشت انه تعمل هالنشاط وتجمع الكل حولك انه في هالتعاون وفي نفس الفكره عند الجميع؟ صح، يعني بالنهايه هي كارثه اللي صارت، ونحن لانه هي كيف بلشت الفكره، لانه في عالم اصحابنا عرفنا انه تضرر من الامر. وبليلتها انا قريت على الانترنت شيء مقاله من مره ست كانت عايشه بهالشارع وكتبت شيء يعني كثير اثر فيي، فانا عملت له شير كمان وكتبت هذا الشيء على فيسبوك. ما انا بلشت على فيسبوك كتبت هذا الشيء، ولعب شو يعني كتبت انه لا في انا اعرف شو كانت الفكره يلي اثرت فيك، يعني انه عائلتها ضحت كثير، قضيت كثير بايام الحرب، وهلا بعد مره من اول وجديد ومن اول جديد نرجع نبلش من الصفر كل مره. صح، ومن اول جديد اللي بيجي على الحقد بيرجع بيفوت على البيت والاخبار، فقلنا انه لازم نعمل شيء، لازم شو ما كان فينا نقعد هيك. العالم كثير تجيشت للامر وتداولت الموضوع وصار اللي صار، يعني عم بقول لك بنهار واحد انعزم 40,000 واحد على ايفنت على فيسبوك، يعني تخيلي قد ايه العالم مستعدين يغيروا، يعني في الشباب اليوم فيها نيه انه نغير. جيسي كمان حاسه في صدمه، يعني انتم كشباب مرقتوا بفتره حسينا انه الاوضاع مستقره نوعا ما والى اخره، ولو كان اكيد كل مده يعني بنتذكر انه لا الاوضاع مش كثير مستقره 100%، ولكن في فترات كثير من الهدوء، فلما بيكون في ايفنت او بيكون في حدث مأساوي من هالنوع عم بتكونوا مصدومين من الموضوع. اكيد، بس هذا الشيء انه لازم يقوينا لحتى يقوينا، وهذا الشيء بالنهايه هو اللي عم بيوحدنا، انه عم نشوف انه بهيك ايفنت شباب من كل مناطق لبنان، شمال من الجنوب عم يتصلوا، شباب من برات لبنان موجودين حاليا بلبنان عم يتصلوا بدهم يرجعوا على الايفنت، من كل الاديان من كل الطوائف انه عم يتحدوا كلهم لحتى انه بور سيت بون كوز، يعني لانه خلص العالم تعبت. التيكتس من وين بنشتريهم؟ ولا هو اللي قصص براتيك لازم نحكي بالموضوع. التيكت اول شيء حقه 10 دولار، هو سعر رمزي، اكيد فينا نشتري تيكت باغلى. موجود بالبوينتس اوف سيل لنا عنهم يلي هن بكل جامعه في شخص عم بيبيع، والارقام موجودين على فيسبوك يا على تويتر، فيهم يتصلوا، يا في ارقام كمان فيهم يتصلوا يحجزوا تيكت عليهم اذا بدك نعطيهم هلا، وفيهم يشتروا على الباب الى العالم يلي ما بتلحق. شو هن الارقام؟ هن الارقام 70 1 2 9 7 9 7 9 7 1 2 9 7 9 7 7 0 1 2 9 7 9 7 للي يعني ما عنده وسيله ثانيه انه يوصل لتيكتس. اهلا وسهلا فيكم جيسي يارا وجاك. بس كمان بدي اقول شغله، العالم اللي بدها تجي فيها كمان تجيب معها ثياب يا اكل، لانه حيكون في مساحه مامنه لهذا الشيء يجوا يتبرعوا بهذا الشيء. والتيكت بالاصل ب 10 دولار بس يلي حابب يقدم اكثر اكيد. كمان في شغله صغيره بعد انه اتس وايت كونسرت، انه نحن حبينا انه نكون كل العالم جاي تكون لبس ابيض، انه هيك رمز للسلام. حلو كثير، واحلى شيء بكل الموضوع انه ما تعودنا، يعني خفنا بوقتنا الاوقات انه نكون تعودنا وما بقى تاثر فينا اشياء من هالنوع. يمكن كانت فكره يعني ايجابيه انه نكون تعودنا وما بقى
تأثر انه نرجع نقوم، ولكن ضروري انه نكون دائما هالشغله عم تأثر فينا لنقدر نكون موجودين حد كل اللي بنحبهم، ونكون دائما يعني طامحين انه نكون عندنا استقرار بالبلد. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو. مشاهدينا هلا وقفه ونرجع نتابع.